الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله أجمعين. إن شاء الله تعالى وحنكب الله إلى آية الله لباتني يتسدير إلى آية كنتني يلح دور آية الزبن بكرر إن شاء الله وحق الدم بآذ فعسا. بل كوا سورة المؤمنون حق التوحيد كآدي لغفة إذيي يشرك بوحي هاي جدد أبوين النلان هاي نوحوي إلي نتوحيد كبرنا الله سبحانه وتعالى نبي الله النوح وحي يوذي مركي قوم في سيء كعال واي وسوى البنت كده أي ديدين ألو يقدر قاربوا الله وهو أمر كسي إن دون سمايه سوى الله إلى علينا يبعيننا عندها يعرف سيدا يدي أراغف عزيزينا وإلى تعليمين تأنوخ تعليمين مركا مركي حالة دو أي سورد واتو أمر كي ما توها علامك وأبالي ميشي الدبك اللبوسي بيشيري بي كإيمانيا مركا دونكي لوكا صور اسكول لمانو لبي يدد وح لبي يددقة زوجين هو لبي كي يددقة لبشي كرقات خير كاغن أوتي كو أقلادة كرقات مركا ولا تخدمني هايقولها هذين في الذين كوي زلمون ظلمي هايقولها لنا هايقولها حيثون معنا أيينا لحريفتكم قبلنا وإله بدبادها بهن حيا لإنهم مغرقون فأل لها لأني ويكون حكمانهم. فإذا استويت مركز فرطه دوشيادة أنت أدقى يوما معك ذاتك كل جنة على الفلك الدونة مركز فرطان الدوشة كفر شان فقل وحاطر هذا الحمد لله إلهي بن مهاري أسق ناسي الذي قال له إن جانا نجنا بدقليه من القوم الظالمين قولي الظالمين تها قولي الظالمين تها يجب في النبوها يين يلي باتدا نكوكا بني قال له أدان نجنا بدقليه إقارة كوة جبتي أولو إيوه كسوة فتها يانا قال له أدان نبدقليه سيدا دهب علي وحوي قادت كمركا لفولنا واصلنا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين هو النبي وأقرين شري مركا قادت كالفوله مركا ماشا نبي الله النوح دونت مركو فولي يمركو كدغي بالبدي بالشيغي. فإذا استويت مركات كر نقطة فوشة معناها ككر نقطة أنت أدقى يوما مع كدتك كل شيء على سلك دونت فقلوا حتى الحمد لله الحمد أمام بالله الله سبحانه الذي قال له نجانا نجل نبدقلي من القوم الظالمين قولا دي ظالمين تاهي ودبات هذي نقوها يين نجل نبدقلي إسلام مركانا إقابت كل علي نجل نبدقلي وقل ربي وحاتل هذا قل وحاتل ربك وأنزلني إدجي منزلا مكان الدقيد أما الدقيد لفتت ومستر لقدقه مباركا بركيسا إله الدقيد خير قبت إدجي ما الخير لأنه جيواك الليلة وأنت هذا خير المنزلين هو وحد الجية يا كخير بلنت وتكسر ريسا والله مدمت يدوان فكا ميشا دقان كان مركو الدون تفول حمدي وإياه فكا الدقيد وحال قتل ما قال يا غاتو قتل ما مركو الدون تفدش على قول أول لكن وحاب مناسبة مركو كدقو إله إدى كده دونتي اللي حبلوت بيله هابي سي وبيه أين قرن مركي دمبا بيه أمر نقصي يقول عركا نتشوك سدى ليلي كو إدلك نقور على ليلي مركا بده كما أمر قادة نبضه يعني إله ما حكمه وقتلق ليه بده وحاوي والد داي إنت نادة بده فرد والد داي إنت كربيه وقرن بور مركا موصل ماشي ليلة قطع له جودي ليلة واستوت على الجودي دونتي كد البكسي سهم بالقراء لليه سهم بالك تكال إلى سهم الله دري مركا بقي ملاه ويسكفر لمسوى النقل وهذا سهم الله دري لباشن قول ليه دليل مع العر ده يضع لغها مركا نوضا كله ويسوى النقل مركا إني بيه قرية بالك لغوه قاري مركا مركا دقي سهم إلهي الدقيس خير قبط إدج دبع النبي قال لغوه قل وحاتي لا رب ربك يو أنزلني إدج منزل الدقيد وهذه مستر ما قد الدقيد لفتين أما منزل المكان الدقيد مباركا وبركيسان وخير بضا وعدلك هو إمرت الدقيان وأنت هذا خير المنزلين هو الدقيان لم بات خير بضا تاين إلا وصفي عنه الدقيان إن في ذلك قصة عجيبك أو حافظة نبي الله النوح قوم في سيو لها لاغو بيلوها لاغو سجينا لنبقري ودون تعرفونين لآيات آيات بضا معجزات بضا وإن كنا لمبتلين إنه حال يشالين كنا وحالنا نهيه ألا يجري لمبتلين كووح امتحانيا أما وح بلايين
وبلايين يمتحانكم وحوية لباتها اللقوة في دي أمدها حق دي دياشا لباتها اللقوة دي وامتحان خصوصا لصدر لفتها دي امتحان ولكن خصوصا لدي دي وامتحان بل إنه يفعاني إنكاري بك امتحانك والله امتحان يماها علم كررسي ماها ووقي هاي وحييهين يعني حجدها كوه قلتها للي حجدها كوه قلتها وحاق وحبال القصية امتحانك واصدا الله وحليها وإن كنت في ذلك قصة أصبح قصوك النبي الله النور عجيبك الآيات المعجزات فربلا وأن لقدرتي سيمام الفيسة لغقرا وإن كنا إنه حال إنساني كنا وحال النهيب وأن ليه مبتلي لك هو بلايية وامتحانه وصيع يوكل الصعمان حتى يتميز الخبيث من الطيب كوناتين يكفي عن يوكل الصعمان مركي لك الأسواع يكفي عن يكعن أدوه حتى إن الحباتي هالكاتر يقال باتي لديه مايو سبب قال لك هنا يا الكوكا الصعمان قال لك هنا يا سبحانه وتعالى قال لا مركي لا لك ثم أنشأنا وان أبو الرجل قال لي من بعدهم تبضر قرن قرن آخرين أوكلاء فأرسلنا وان فيهم قرن قاس رسول الرسول منهم يا كمدة يا دحض هذا كده في رسول يا كده في فيهم توحشيه رسول الملك لو جاء إيمانه يا كده شيء أنا عبد الله ما نكون يرسل كوكو يعبد الله ألا عابده ما لكم إذن مسونا من إله إله غيره ألا غير كيئة أفلا تتقون الشركة فلا تتقون عقاب الله ألا عقاب في سميه ذا كبقين بلك قرن قاس بعد قوم النوح الأردري علمنا قارتاد وحيليه والنبي هودوي وقوم الرعاة معايا إلي سورة الأعرافية سورة الشعرائية وحاله قد بشاك سورة هود قصة الرعاة قصة النخبة اللي سورة بشاك سلاسة وحبدا إن أمر حيني ولماذا قارنا وحيليه وقوم الصالح والصيحة ماشي قوم هود صيحة لقمها لابين الدبا لقمها لابين الدبايل مركا واحد صيحة لقمها لابين قوم الصالح قول ينسى سيري مركا قوم وحي أبدا انتهي وقوم هود ويان ورعاة ويان صيحة من وان عذاب في قد حضاعي عذاب في دبايش آية لغفة صحي صيحة ويتكد حسعون إسان ثم أنشان أوان أبو الرجل قال لي من بعدهم بعد قوم النوح نحقهم في سد بدي قرن قرن آخرين أو كلا وأرجع عاد وقوم هود فارسلنا وانت فيهم لحظة ذلك رسول ملك الأوجي مدماها رسول الرسول بانت رومن ميا كمده جرنا يا نسب في سي ونا جيسة أن عبد الله أبو الرسول في رسول كسيدا كده بالي عبد الله وحده قال لك هذي عابدة عبادة عدك الأهل ولا جنينا ما لكم إذن مسونا من إله إله غيره ألا غيرك إلها الله ملك دين كي إذن أبو ري عابدا أفلا تتقون عقاب الله غابتا لما ويدا كبقين بؤلاء لي واصدا على الأسكدنا مركا النبي قطرين تواد وصدا سؤشيغي وحيك جوابا قال الملغ أشرافتي أم أضياشي قبل ياشي وحي لأن من قوم تلكي الذين قبل ياشي كفروا قالوا بي وكذبوا بيني باللقاء الآخرة آخر الله كلهم كيد بيني آخر الله كلهم كيد بيني وحوي عقاب هذه ثواب هذه بيني آخر الله كلهم كيد واحد بيني عقاب في آخر الله إحدى عشرين يبين كون نوع عاصا هو أترفناهم عن أخرى حين في الحياة الدنيا نلاش عن لو عن أخرى حين تاجرين تاع وحي لهذين ما هذا ما هذا نك ما هذا يلهذين إلا بشر ضد موي أو مثلكم يدك وكلاء يا كل وعني إنه ذبيها يحكوا جرنا إنسان مما تأكلون منه أكعون إنسان ويشربوا كعب مما تشربون منه أكعب إنسان دون يجدان مركم مثلكم بينهم مثلنا ما ينادين إن جاء إن لم يرد مدين إذن أو كلام ذدوينهم كلين مركي يوم يسكت في السين يعني إن كانوا هاسين وحكوا قبوا أنا جنب جاروي إذن كوي ذل ميديا توردري وحكوا قبوا وهذا كوا جرنا إنسان إنه ذبيها يعني قيمة لهين يسينو عنهم بو عنا يسينو عبنو عبناوين معني واسدان قول هذا يكسي بدو سنيا كواسيس قال الملو كوي وحيله أسرافتي وضياشي وويناك قبل ياشي ومن قومه تلفي عن نبي نبي الله نهود الذين قبل ياشي كفروا قالوا ذي وكذبوا بيني باللقاء الآخرة آخر الله كلا كان آخر إني تقيام بي بيني معنى إني آخر الصوابي عقاب لا رهي بي بينيين واترفناهم على الرحين في الحياة الدنيا نلوش عندهم وقول رحين ما هذا ننك ما هبيله نبي لماذا فصول لماذا الشيء جنايا إلا بشر ضد مويه بشر كاتهم مثلكم إذنكم وكلاء
إنه يدينكو كليا وحاسوكرا يأكلوا وحكعنا مما تأكلون منه أكعنطان ويشربوا حكعبا مما تشربون منه أكعبتان وحيدا ولينا ضعتم حداد أبدا إعلان وكتلق هذا تام بشرا ضدوا مثلكم إذنكو كلاء إنكم إذنكو إذن وقت قال خاسرون واد خسارتين وحيكو خسارين ضده وصار لغتينه ذا وحبيب كل من باكامر قادتينه إذا حكومة يوم قيمتنا إذن كبرنا بوحي إذن كذب دوينيهين ما لدينا استسباتهم معنى واد خسارتين معنى هذا واسدة إيو خسارك لأقمتش إذن ولين ضعتم هداد أبدا إعلان بشرا ضدوا مثلكم إذنكو كلاء إنكم يدكم إذا وقت جاء بشر الدعنة لخاسرون وخسارتينه في شرف في النبى الأعدايو هنتدي النبى اللي نكلم ورينيو سداس ويحالك ويسيم علي نوحنا يعيدكم موحدين بلغاد إذين يبوهي أنكم إذنكم إذا متم مركات لمتان هو كنتم هذا هاتان ترابا عرق يو عظاما لفاء هاتان أنكم إذنكم مخرجون إني لصابح لي مساس إذين يبوهي وحتى تنون قادنا مركات عيدنا وكلا نقطان عيدنا نلش كفر والله فنقطان وبربطان يلقيني إذا عارفيني لماذا فضل كلام من نقطان وحدين يبوها يمين إذا صاب الحنبا معناها وحكوة المتاسات هم يسان إسان بيكوان فهم واحد ساترون قادنا إسان وعقل قال وحي لي يبين رسول لما وحي القفك الله دورتي دي واحترك أهم مغلا يجي رسول لما دي وقول لأيهم لقحنا إلهني ما يوقف العالم لقح كاجر وماشى تاجر وحمسنا ونقاط ملاهين وإله بإلهنا كان صعدوا وشقينا يو علم جشيا جينا فصل نمت بيوقف الآن لا إنا عقل حمين فهل يقول له واحد كبر قفك جاهل كوا عقل حمين جاهل كوا حق كوا قفك حق دي لا يواجه جاهل كل شيء واقع أيعيدكم موحدين بلنقادي أما الدين يبوه فأنكم يدينكم إذا متم مركات لمتان أو كنتم هذا هاتان ترابا عرو يو عظاما لفوق أنكم إذا مخرجون إلي لصابحين مساسرين يبوه معنى وحي كوضا المساسة تفضل قادة نيسان هيهات هيهات وثبت هي بينهم لما سيتوعدون اللي دين يبوه مركا هيهات هيهات اسم فعل بال إلى هذا يوم فاعل في سي وحوي ماشا كمم وغضر سيدي عراضيا هيهات هيهات وحاثب موجود جوغس باثب لما شيء توعدون اللي دين يباهي وعلى دين يباهي إنه تشير ووحك فقوي تشيرتان تيسان تشيرين بينني هيهات 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 وحاسب شيء اللي دين يباهي يفقوي معنه والله انت زائد لقبك لما توعدون وعلى دين يباهي بافقون ماش هبتشوهن يعني دين كل طائي عرائن اللي سوء علم دون إنه ما هي نلوش معها نلوش اللي دين شير يعني إلا حياتنا نلوش إنها المعياني الدنيا إدو نموت وان لمن إنا أضياشا لمن ونحيا وان نولان إنا عروفا يريرين ويدلان إيا وما نحن أنه منهن بمبعوثين هو الله صابحين منهن بيلاحنا لأشان وحال ليه نموت به الرئيسية بك هذه سيدا نروح على عليه وان لمن إنا وان نولان دونا قريتان بين نقل مركا وود وحي لهنا لمقض الجمع يعني ترتيب مفايدة سي وود ترتيب مفايدة سي لهنا مركا وحانا كو قرنين إن النلوشة لبتا أوتشي ديني يسوى النوليسا وما نحن بمبعوثين منه بركو حالي ليه إن نموتوا وانو لمنين يعني يموتوا آباؤنا أبيوغا يلي بعد من ونحيا وانو النولانو عروفة يدي يا النولانو سلاسوا بحالة أهم بإلهان وما نحن عنقنا منهم بإلهان بمبعوثين كو الله صابحين جوابتي بإلهان إن هو ما هو ننكن ماها بإلهان إلا رجل ننمو يالي نقاصوا افترى كبان أبوثي على الله أعلي كذيبا بينكو أبوثي وما نحن أنه منهم بإلهان بمؤمنين قوى الرمينة له ننكار الله كبان أبوثي الرسول لماذا نشيك مكا الله ويقرن يا نقر إنه خالق أبوثي الله يا ويقرن لكن وحيليه أنه وحا أشيك وحاك قرن من إله أبقار كأيه أشيك مر ابن إله يفر بلن بان لنا إسكاشنا يوحنا ترين مكا إله أشيك يوم قرن إليه إن هو ما هو معها إلا رجل منه يفترى فأبوطي على الله أنه كذبا بين فأبوطي ورسول لماذا نشاهدنا يليه الله بأي صادره وبينك بإله وما نحن منهم بإلهم بالمؤمنين اللي نمرهم إليه إساقي واحد نشاهده دون مرهم إليه قال مركب وكقه السي نبي الله يهود قال وحب رب رب يؤنصرني إلقى الجرقال بما كذبوني بسبب كذبهم تكذيبهم بينيته إبانية صدرت هذا على هؤلاء الكفار اللي يجب الجرقال
يعني بين انت اي بينيان بركه الا وانا ايغو غرغار يبي ايغو غرغار او ايغه هيل ايغه ايغه هيل دعبوليه marka bima kalimu wa sababka uu ku tawasulayo leeyahay ilaah way beeniyeen iga gargaar buu oo iyaga ciqaab weeyo macna rabbi rabbigo suudni ii gargaar bigma kadhabuni bitakdhibihim beeninta ay beeniyeen sababteed alaw igu gargaar tabartayda aniga waan taa weeyo macna qala allah wuxuu yiri amma qaliilil mardaw la yusbixuna waxay ahaan doonaan naadimina koo qoma mooda gaalnimadan ay ku sii adag yihiin iyo dhibaatadan ay geysanayaan mardhow iyaga qooma moon doonin waa ciqaabu alla leeyahay subxaana watacaala amaa qaliilin kamaada rasuu waa iska ziyaada can qaliilin wan xuluufta jeerqaar baa maa lagu ziyaadiya oon camalka u diidin qaali wuxuu can qaliilin mardhow un saas u fogeyn yay ladiis muxuna ahaanaya naadimiinu kuwa qooma mooda bima facaluu min alkufri waalbacaasi iyagaa qooma moon doona faakadathum sayxa sayxa qabatay waa lagu qayliyey malku jibriil baa ku dhawaaqay marka hadday seecaad yihiin sayxa inay ku dhacday qur-aanku ma sheego laakiin sayxadu waa cadaabka laftiisaa sayxa laga cabiri karaa cadaabka ku dhacay waa sayxa laga cabiraya suuratu lacraaf iyo suuratu huud iyo suuratu shucara yaa nabiyulaahi huud iyo nabiyulaahi nuux laysku daba sheegay faaqadatum waxaa qabatay asayxatu qaylaa qabatay cadaab qaylo ah بالحق أو صغن أو حق ونظلن تيدا هين باكور دعاي فجعلناهم الله وحنكي يليقوا إلي غصاء داد حوث أما حنبو حشيش كبيها دل صبايا جيدها إيا علامة ودمركي أي ماشا الله تاكور دعانو بيه سور حكمدان حشيش كدل صبايا داد حور سيولا مينا داد حور تاوي داد حور بين لقنايا يعني وي بابي وي ويساب بابي وي لا داعي ولا مجيد واحد لا يوحش غدا منا لقم بغل ماي فجعلناه محكيا له الا يلقصاء دار حور فبعد الثقان يعقاب اسغناتي للقوم قوك الظالمين الظالمين تاع مشركين تعاون وحوي عقاب اسغناتي وا مخي ادون كنا هل مره لا لاي او عقاب كو دعدي اخيرا وحا اوغ هريا عذاب اوغ هريا مركه خساره كوين ما جيرن وين وعذاب عذاب كسوك وحا لا يدان فبعد الفقان أي رحمة كفوا بهم بأسوا ناسا إيا لعنات للقوم الظالمين قول ذي الظالمين تاها الله وحليه ثم أنشأنا وان أبو رمين بعدهم دمد قرونا قرنيا الآخرين أخرين قوم الصالحين قوم الشعيبين قوم اللوطيين إذ يبني إسرائيل أنبياء دوري قرون فربدن وأنبياء بدن يا الله أبو رمين كوا دمد مركا وفربدن وتربتا أنشأنا وان أبو رمين بعدهم دمد قرون قرنيا الآخرين أخرين وقوم صالح لقد صوب الله شعير لوط إبراهيم في بني إسرائيل مركا ما تسبقه كما هو رمى ريس من أمة أمدنا أمة تسوى فاعلة أجلها مددة كما هو رمى ريس وما يستأخرون كمن يدبدع عن لحظة واحدة معنى هلاك اللي هلاكي واحد يبلغي أقوى على ويدبله أقول لك جربة مركي هو رمى عقابة الوجه دواي وقت قال له أقول لك لي بانكاري ummadu walba waqtigii loogu talagalay marka la gaaro waxa weeye kan hore mari mayso kan dib dhacmayso waqtigii sidaa loogu talagalay wax waliba soconaya ma tasbuqu ka hore mari mayso min ummatin ummadina ajalaha muddadeeda ka hore mari mayso muddadii Allah ugu talagalay uma yasaakhiruna kan dib dhacmayaan lahadaba ha ahaatee ilbidhiqtiba ha ahaatee kan dib dhacayaan macnaheedu waxay taas kugu baraarujin yaani wixii dib ah dhaca wixii dhaca waa inaadan qooma moonina low aadan dhihin maxay saa u noqon weyday haddaan saa yeeli lahaa maxay yeeli qorshihii alla ugu talagalay buu wax waliba u socda keliya waxaa lagaa rabaa inaad sharciga markii wax dhacaan xagga sharcigu hadduu wax dhib la yahayna alla ku sabiro ilaahay oo dhibkaa iga fayd hadduu wax khayra yahayna alla ku shukriyo daacada badi weyn laakiin inaad qooma mooto haddaan saa yeeli lahaa saasay noqon lahay hebel baa igu wacnaa iyo kalu kalu ka dusayn lama rabo maadaama aan waxba isdabamaraynin ba الله وحده ثم أرسلنا وان ذكري مرك القرون تهل هلاقين رسولنا رسول شيء تترى في استبجوه رسول بالرسول بوجود بني كلما جاء مرك أيما أمة أمة رسولها الرسول كذب كذبوه بيني يبقى لي يعني قرنيال في فراها بدنا قومه تكدم بي يقال لي الرسول بانك أمة والرسول بالودري رسول والأمة الودري بيني بكتال هلاقين هلاقين waxa weeye waxa halaagii marka kaliya la kor yeelay nabi ilaahi muuse markii la diray
فجهاد الشرعية مرك أنتي النبي موسى كذب بيت أمد له هلاقي ولا دبر قوي ما تشوفه عقاب كلامه يعني وحالي لو قم قانا قلي أو هلاقي مرك كلي هلا قم قانا قلي إسلام هي إصنع هي أبارها هي داعونك هي وحصلنا قلب بقولي بعدك اللي يسكت فناي ماشي لقى هلاقي له ثم أرسل الله وان كفيف وقال لي يا رسول الله رسول سيدي تترى سيس دبتشوغا تترى ثم له وحالك كلما جاء مركو أي ما هذا أمة أمة رسولها الرسول كذي الله ذري كذبوه ويبينني ألا نعرف أتبعنا وان راعني بعضهم قاركوا بعضا قارك كلام راعني معنى ويتكذب هلاقني وين وجعلناه محاكيا لك أحاديث الشاكرين بانكيا لهم ولا قشعي بريق جيهب الله هلاقني فبعد السوغاني يلا عند باوسولات اللي قوم قوم لا يؤمنون عصم اين بقال لين امد ولي بمركز رسول كيدا دي دوال الهلاقة يا هراء لك الهلاقة مركا الهي سيس دبتشوغا سيس دبتشوغا مركا وحبينيين يا سيس دبتشوغا اللو باقيين امد ولي بمركز لبابي الشاكر ياغم باقاري امد دي ماشا تلقو بابي تاسي واشاكاون وحو البهاري وحو يمدنا ملك الله وحليه فاسبعنا واقع ان بعضهم قاركور بعض غارك كله وجعلناهم محنكية لي حديث الشيخ الرب يعني حديث يتحدث بها الناس فبعد الفقان يلا عند باوصولاته أي رحمد كفوا بيهين لقام قوم لا يمون ناظمين خف كان مؤمن كاين رحمد وما بردوي الله يقول لي ثم أرسل الله وانت في موسى موسى هي واخاه ولالكي هارونها بآياتنا معجزات كي يجي يو حمبارسان بالله هي وصلان الحج مبين وعرض إلى فرعون وندره وملئه وسلياشي فيه فاستكبروا ويكبرين إلى موسى سميان يهارون ويكبرين وكانوا وحينا فرعون يقول لي سقومكم عالين وكبرسنوا إستسبيسيني نبي الله موسى يولاك هارون آية ديوتين آية داو حكوكاها أشي عداني سي قعنتي عداني سي أشي مسكا نغني سي أشي أقول لي ذا معجزات ميرنا وحوي يوحي ما شاء الله كانوا دويعونه مر وحوي وحكل وحبال لغتر السن مر أدي قام لغتر مر ميل بالسكة حتى قل يا قرطوي حين مركي ودون خواصيس بيقول غمبا مركو ودون ميل يبقى الصاب حين وشكل جدبا معجزي عيدا كفدا نحين هي معجزات في كلا أوره لغتر في فرعون دوسان في وحلا وحي أعلن وهذا معجزات مدون ثم أرسل موسى بانتك وأخاه ولالك هارون أخا بآياتنا بالله ذكر يقول أيه آيات يعني حاملين حاملين بآياتنا يقول آياتها يجي حبارسنا وتر يقول سلطان الحجم بين النعاس آياتها لفظه هو سلطان كل شيء جيه يعني إنه يفصل يهين والله صادره ويسكعده إلى فرعون بالله ذكر فرعون نكى غير مصدر غير تبليس قديانته أصل خود حد الموت بكتة جنبال عليه أصل خودي هراء يمن بكتة جنبال عليه لكن ده أفريقيا تبي كتب وستدينه وحاولي السلاسين نغني يوم ملايك وحديثي لتلياتي في فستك بروي كبرين فرعون يقال في سي وكانوا حياهن قوم قوم عالين ويستسرليسين يعني كبرسن عالين كبرسن فقالوا وحي لهذين فرعون يقوم في سي أنو منو موحان ثمينينا ورسول لما أثمينينا للبشرين اللبط بطع ومثلنا أنقو خلاع والحال قومهما تلقونا لنا أنك عابدون إن عابدان وأضمن له يهين بكم حلوة كذا عابدون ذا أنا قا إله وي عابدان بكوض وأنا بنتي أما بكوض عابدون أنه خشوا عنا نقول نوع ديقان وصدا أضمها أنه استعمال له تلكي باب الثلاثين لا يكاد يبين وكيل وحنا وحبابا هذا الكباء قلن وكيل موسو الشيء أو ير مرتي هوري إنتان لقفر وحير بعرفيس كسير يبانه وحيب جدا الله إنه وقف الصدر فقالوا وحيدا فرعون يقول لي سي أنه منهم وحانهم اللي بشرين اللي بددع ومثلنا أنك وكلاء وقومهما تنكرنا عابدون لنا أنك أي نوع الدوميهين أي نوع ديقان فكذبوهما فرعون يقوم في سي وحيب بيني الموسي هارون مفعولك هما الموسي هارون فاعلك هو فرعون يقوم في سي فكذبوهما فرعون يقوم في سي وحيب بيني الموسي هارون فكانوا وحيا هذين فرعون يقوم كيش من المهلكين كوي اللي هلاقه دينا هلاقه دي الدواقيل اللي نوغسوا الشيكيي وقالوا دي بني إسرائيل لفصحي ويقورين وبدل عصب وبحل قل جملي لبدل عصب يكتلابين حقي بيوتلابين شاب وحيوتلابين دين عاص فلسطيني هالكين يوتلابين
markaasuu fircoona waa kii ka daba qaatay lix boqol oo kun buu ka soo daba qaatay maya wax fara badan uu soo qaatay beerihii iyo wixii dhan way ka tageen waa kii hal mar daqiiqada gudahood waa kii badda ku dhaceen fakadabuhumaa way beeniyeen fakaanuu ree fircoon waxay ahaadeen min almuhlikiina kuwii la halaagay walaqad aatayna waan siinay buu allalayhi muusa muusa alkitaaba kitaabkii tawreed ahaa lacalahum yahtaduuna say ree bani israiil u hanuunaan markii ree fircoon la halaagay kadib baa muuse kitaabka la siinay waa kii duurisiinay intii tegay looga muddo qabtay ee alwaaxda loogu soo qoray diintiibaa alwaax loogu soo qoray okay ka kala fakadeena markuu yimid hamhamadoodii maqlay arwaaxda waa ka tuurayba bagax ka siiyey qaar baa ka jijabay baa laleeyahay laakiin markii dambe lasoo qaatay markii cadhadii ka baxday oo haaruun inuuna eed lahayn u ogaaday oo dibigii caabudayeen intuu burburiyey sidaa badda ugu tuuray markii dambe waa kii looxdii iska soo qaatay cadhadii ka baxday walaqad aatayna waan siinay buu allalayhi muusa muusa alkitaaba kitaabkii lacalahum yahtaduuna ree bani israiil inay hanuunaan darteed wajacalnaa waan yeelay taas waxa weye nabi muuse intaasaa lagu daayay jacalnaa waxaan ka yeelay ibna maryama nabi ciise ina maryamaadi iyo ummu hooyadii maryamo binti cimraan aayatan mucjizad baan ka yeelay waa weynaahumaa waxaan u dunnay oon dejinay ilaa rabwatin tul daati qaraari sugnaan u saaxiibhoo siman oo dhinacna looga dhacay oo maciinin biyo daahir oo sida alqulqulay marka waxaa la leeyahay maryamana waa aayad mucjizad gooni ah wey nabi ciisena waa mucjizad gooni ah marka hal aayad baa laga cadiray aayatan inay yidhahda ahay isku darkooda ay aayaddu ka iman oo gabadhan aan ninba lahayn oo wiilka dhashay oo wiilkiin isagoo yar u hadlayo uu leeyahy waa radoon ilaahay baan ahay hooyadayna wax dembi ohay gashay ma leh waxa weye waa aayado fara badan isu marka aayata waa jinsi aaya wey meesha la dejiyey hadallo badan bay sheekh qoliyo waa dimashaq bay leeyihiin laakiin waxaa ugu wanaagsan waa baytulmuqadas oo baytul rabwada yacni meesha sare baa la yidhaha dusha ahoo sidaa u sarraysaa rabwo la yidhah marka baytulmuqdas baa dhulka ugu dheer baa la yidhi waxay ka dheer tahay dhulka intiisa kale addooyinka oo dhan intooda kale 18 mayl bay kor jirtaa baa la cirka u dhowda waa meesha cirka ugu dhow ardada ilaahay u abuuray meesha cirka ugu dhow weyaale 18 mayl bay ka sarraysaa baa la yidhi ardada kale waana ardu macshar waa barkaa markay tagtay marka tegidooday tagtay nolol ahaan bay meeshaa u tageen oo markii dee boqor iyo dad jaa'iriin baa dhulka ku noolaa marka nolol ahaan meeshaa u tageen oo nabiyullaahi ciise wuxuu cuni jiray qaraabkii iyo waxaasuu cuni jiray waxyaabaha dhulka ka baxa oo khudaartii waxaasuu cuni jiraa la yidhi ganacsi ma ahayn sidiisa baan haddee taariikhdiisa 35 sano unbaa taariikhdiisa wax laga ogyahay inta dambe waa kii la kor yeelay taariikhdiisa lama oga xaasna ma yeelanin nabiyullaahi ciise marka waxaa gabadhan loogu abtiriyo nebi ciise waxa weeye aabba male loogu abtiriyo marka magaceeda waxaa loo sheegayaa inay nadiif tahay baa la sheegaya waa la nadiifinaya waxa dadku u malaynayaan ma aha wuxuu alla leeyahay wajacalnaa waxaan yeelay ibna maryama iyo wa ummahu hooyadii aayatan mucjizad baan ka yeelay aayatan mucjizad cajiiba gabadha ninba arag oo iska dhashay wiilkaa isagoo caruura hadlayo dharabta ku jira waa weynaahumaa waxaan u dulnay oon dejinay ilaa rabwatin dul daati qaraari sugnaan u saaxiibahoo aan laga dhacaynin oo laga simbirraxanaynin oo siman weyn iyo wa maciinin biyo daahiro indhaha lagu arkayo saa u socdo u burqanaya marka allah wuxuu leeyay yaa ayuha rasuulu rusushiye kuluu cuna min adayibaati wax wanaagsan oo xalaala cuna wacmaluu camal fala saalixan camal wanaagsan innii anigu buu alla leeyahay bima tacmaluuna waxaad camal falaysaa calimu weyn ogahay buu alla yihi rusushiye marka rususi dee sida la ogyahay iyagoo isku meel taagan amarka lama wada siinin maxaa yeelay isma soo gaarin mid walba waktigiisii baa amarka la siiyo rasuulkanow dayibka cun waa xalaal cun weyn marka nabiyullahi maxamed waa kii lahaa ina allaha yaa ayuha annaas ina allaha tayibun walaa yaqbalu ilaa tayiba ilaahay waa tayib waa wanaagsan yahy wax wanaagsana ahayna ma aqbalay markaa nabigu wuxuu sheegay allah wixii uu mu'miniinta amray buu rusushana amray rusushiiyo mu'miniinta isku wax baa la amray oo rususha waxaa li yaa ayuha rasuulu kuluu min adayibaati wacmaluu saalixan mu'miniintana waxaa la amray yaa ayuha aladiina aamanuu kuluu min dayibaati maa rasaqnaakum waxaanu idinku arraqnay kiisa dayibka oo xalaashaa cuna markaasuu nabigu wuxuu tusaale usoo qaatay nin safar dheer ku jiro safaru cibaada
oo bataasana u kashan waayo sidii u cibaadeysanay inuu timaha shalayso u kashan waayo oo haddana wuxuu cuno oo gacmahaana kor u taagay ya rabbi wuxuu cunay waa xaraam wuxuu cabana waa xaraam wuxuu xidha waa xaraam waxa lagu koriyo waa xaraam anay sijaab loo jeesay loo aqbal soo xaraam cunay la aqbali ma marka waxa way hadda doonaysiin Allah ku aqbalo dayib cun baa lagu leeyahay Allah taasu raali ka yahay waxyaabaha ducada lagu aqbalay kamid tahay in xalaal qofku uu xalaal cuno waxyaabaha ducada lagu aqbalay kamid tahay qofku hadduu xaraam cuno waxa weeye waa dhibaato weeye hadduu xaraam cun yahay dambiga xaraamta rajo xagga unbuu badanay marka dambe qalbigiisu waa qalalayaa buu alla leeyahay subxaana wa tacaala yaa ayuha rasuul rusushiya kuluu cuna من الطيبات وحونا يكسروا حلال عنا وعملوا صالحا عمل ولا سنة سمعي مكة وشرعك وفقسن إني أنه بما تعملون وحال عمل فالإنسان عليم ونبهي وإن هذه سيدا إن طيب الله عنا وأن لك لدي لعابده وضدك الدعوة الله في ذي يوم أمتكم دين في ميوي هذا ذا بيادة فيهم أمة دين وي واحدة وكليا وحاجة توحيد في عبادنا يكمل ليسين أنبيانه حق فروع ذا يمرها بالشباب ده قبل ذو أكل الدوين أو قد أكل الدوين وح وقتك الله استعمالك كره يا وقتك الآن لاستعمالك كره ووح النسخ كان يقول وقتك وح المثل مركو النبي قم كتشوه تقال إنه وح استعليني وح صلى الله عليه مركو مدينيجي من وتفصح أنت هيمالي مركو معناها فروع ذا ولوك الدوين لكن عبادتي التوحيد كوايس قمت في السوسو دين تدوامي وإن هذه الدين تلقى المامي وألهو العابده أمتكم دين تنين ويان أمة دين وي واحدة كليا وأنا أنقل ربكم رب دين بانا يفتقوني إقبق ويعابده معنى كذا أن أنقل كليدا يواهي رب لماذا كان كليه واهي يوحى اللي يقول عابدنا وامت كليون لو روح اللي يقول عابد ما هيون فمثلا هذه هذا اللي إله ونفوح كل إله كالعقيدة إننا أمر لو كالعقيدة وخطر عقيدة وامت كليون ما كان الدولة marka dadka laba kala aqeedo noqdaan ama saddex kala aqeedo kulligood baadil weeyo ama mid baa ka qoman gabigeeda mid baa ka qoman ah dhowriye khudbaatan firqaan loo kala kiciyo kulluhum fi naar buuri illa waahida nabi waa teeba lay wuxuu waa mid aaniga saxaabadeedu saan u dhaqmaan u dhaqanta weeyo mid ahlu janno fa ahlu xaq weeyo weligoodna ilaa qiyaamaha way joogayaan ahlu xaqaas fataqadacuu way kala googoosteen uman umadihi أنبيادي ما أمديه أمرهم أمر الدين دين تودا أمر كذيبة كلا قوغوستين بينهم يجب نحن ذا الزبورة قوغو قد عقدعو فرقة فرقة وخلا بأهل فرقة اللي بوح بي شارك وكان حبين كدو الله مقع الدين كأه الله بابحنا مقع الله مبحي كرا الدين كأه وان الله بحنين لا مبحي كرا هذه كلا فرقة فرقة على نقونا يا هذه قولة بوحا شارك قولنا أنا قصيدا لنا قولة كلا روح كلا شارك واختر وي فماشا سؤالهم كلا بابعي dintu halka kaliya waxa ugu cajab badan waxa way malaayiin dad markay isu yimaadaan anigu mid ila cajab badan dadka muuminiinta malaayiin markay isu yimaadaan geeska ugu shisheeyay iyo geeska ugu shisheeyay yimaadaan isku sibay Alle u caabudayaan dinta xaqnimadeeda isku sibay Alle u caabudayaan isku waxbay aqreeyaan isku sibay gacmaha u lulay iyay u qabsanayaan isku sibay isu jiidayaan weli wadna ismaar isma baaf garanayaan waa wax la yaab la wey oo aad cajiib u ah marka uu kala tagiyo firqada lama ogola dadku way isku wada aqeedo fataqadacu way kala goosteen amrahum amarkoodi waa amarki diinta qoloba magac gaaray la baxday baynahum dhexdooda jibuur qad aqeedo ama firqa firqo kullu xizbin qolan waliba bima ladayhim wax aqsoodi farxuda ku faraxsan yihiin iyaga isla qumar qolo waxay leeyihiin annaga wanaagsan annaga xaqa hadnalo soo raaca waxaa lagaga bixi karaa markay qolo waliba isla qumanaato markay dadka kala firqooyinku isu yimaadaan inta la wada hadlo in xaqa la isla raadiyo marka oo adilada iyo xaqa iyo wadada la isla raadiyo taas laga bixi karaa farqad laakiin haddii aad idaahdo anuu saasaan hayo qolada kale la hadli mahay qolada kale dhibaato weyn waxa way waligeed kala firqada aan baa la ahaan kullu xizbi qolo waliba bima ladayhim wa hadd wa farihuna ku faraxsan yihiin marka allah wuxuu leeyahay fadarhum nabiga allah la hadlaya fadarhum iskaga tag fi qamrati mukhur sada gamrada waxa la yiraahdaa wax asturka way waa wax la galo marka waa mukhur way mukhurta ay jahliga iyo baadka mukhursan yihiin ku daa hata ayni inti midaa yaani inti lagu fasaxayo inaad wax ka qabato inti lagu fasaxayo mukhurta ku daa ku jireen hala murmin hala doodin qolo walin firqadeeda hayska ahaa marka faraha ka qaad baa la leeyahay
فدارهم إسكاجتك في قبرة المخور توضع كاجتك حتى حين إنتي مدى إنت الله أمر فيه سعيماني الله أمر كوحوا ليها أيحسبون ما وحي أم لينها أنما أن الذي في نمدهم أن أزيادين نصير به إساقوا من مال الحولي وبنين عرورا نصارع لهم إن أدد الدجين في الخيرات خيرات كنا ندد الدجين مساسي الله تعالى فالله يشعرون موت يعني خيرات مال كان يهانتذني عروت اللسية خيرات أن أدد الدجين ثوني ما والتدريج وقاد ما لقاد يوم من حيث الله يعلمون ما لن يؤذن بالله إيماني يعني وحوي والغوف يرتني إن ربك لبالمرسال فالواحد سميسال يقول لوري مركا أدونه قيم بسيقارة لقوم قمنا يا خلاص مركا هو قادر من نعمة يبرواقه لقوم سيئي إنه ألا كتحيل يا إيمان وحوي يدباتين يكوشي شداد لقا يارا مركا هكو كتومين بالقول ليها نعمة يبرواقه لحظمات كلوسين الله بقى يسعال هديهني وهيسو وكوّل بهار إن عداد لقا أقبل واحد كوّل بهار وإن هذا عدي بها قادرين كوّل بهار ولي قابة يعني صحابته رضي الله عنهم نفاق ما نك عارفين كبيرين أنا نفاق إلى حالة زيادة سيدتي مرنا إسكوما إلى كالسونا لين مركها أم ملايين برواقة اللغوسية إلى الكورو يا أم ملايين أيحسبون ما وحي أم ملايين أنما نمدهم أنما ذات ماذا سوى موصولا لهنا أن الذي في نمدهم أصلي أن يديه شيء ونزياد ومن مال قليل وبنين عرورا نصارع إلى نسود الدجين لهم يقول في الخيرات مساسة أم ملايين خيرات إلى نسود الدجين ما هو التدريج وي بل لا يسعدون المؤغة وحن نعمة اللوسية المؤغة وحن نعمة اللوسية وحوية والغو في رينية بالوحي السمائية الله سبحانه وتعالى على محمد.